استاذ علي، المفروض اليوم نحقق الاستفادة الامثل من قرار التحكيم، والمفروض عندنا استراتيجية معدة لهذا الملف من 10 سنوات. نعم. تصريح انه قيد الدراسة من النائبة انتصار الجزائري، هذا تصريح مقلق. لجنة من لجنتكم ست انتصار الجزائري ذكرناها بالمقدمة. نعم. يعني انه قيد الدراسة يعني المفروض عاد لي خطة واستراتيجية اذا صار القرار بصفي، لو كنا احنا قاطعين الامل تماما. لا، هي خلي نوضح مسألة مهمة جدا. لم تعتمد الدولة سابقا على وجود خطط استراتيجية طويلة الامد، والا شنو تبرير وزارة النفط السابقة والحكومات السابقة عدم احياء خط بانياس وخط السعودية ايضا عندنا. انا ذكرت ايجاد منافذ اخرى للبيع مهم جدا للعراق، خاصة والعراق مقبل بعد جولات التراخيص الى زيادة كميات انتاجه، وبالنتيجة هم راح نحتاج الى ايجاد منافذ بيع اخرى. تعقيبا على ما تفضل بي استاذ احمد، انه احنا ممكن ايجاد الحلول لهذه الكميات المصدرة عن طريق نفط عن طريق ميناء جيهان. يعني بالضرورة باكر العراق ممكن عند جنبات كثيرة يقدر يتعامل بها مع الحكومة التركية. نفس الكمية 400 أو 450 الجاي تصدر من، ممكن أحولها إذا كان هنالك نوع من لوي الأذرع للحكومة، يجب على الحكومة أن تثبت سيادتها. نعم. يعني أنا قلت لك ندخل على نقعد على جلسة حوار أو على طاولة حوار بدبلوماسية عالية على أن لا نفرط بحقوق البلد. أنا ما نذهب، لكن أن لا نذهب باتجاه التصعيد في خسارة دولة جارة لأن تربطنا بها علاقات مائية وتربطنا بها علاقات اقتصادية وعلاقات نفطية. ما هي خلي أوضح على كل الأشياء. أنا ممكن أحول تصدير هذه الكمية إلى الجنوب، ما عندي مشكلة بالموضوع. يعني إذا اضطريت وأريد أثبت سيادة الدولة عندي، خلاص يا أخوان عوفوا ميناء جهان، مثل ما استغنينا من على بانياس واستغنينا على الخط المنقول عبر الخفج إلى السعودية عليه. لكن السؤال هو هل هنالك خطة واضحة أو دراسة حقيقية لإيجاد منافذ بيع أخرى؟ يعني لا نعتمد، ذكر أستاذ أحمد حول ميناء العقبة وخط التصدير، احنا مو ضدها، انا شخصيا مو ضد الميناء، لكن ضد ان يسحب النفط من البصرة ويصدر من ميناء العقبة. مو احنا عندنا اصلا هسه بنفط كركوك، نفط الموصل، نقدر نصدر عبر ميناء العقبة. صح. ليش جاي امد انا خطين وليش جاي امد انبوب، ليش جاي امد انبوب من البصرة لميناء العقبة في سبيل اصدره؟ يعني انا عندي ليش من يجاوبه زين؟ لا اكيد الحكومة واضعة. شوف يعني هاي مو حكومة السيد السوداني، مو شروط لكي تمضي حكومة السيد السوداني بكل أريحية أن يرضى بهذه الأمور. لا أبدا، احنا بدينا خلينا نقول نواب كمهندسين كأبناء بصريين، أنه رفضنا أنه يمتد الأنبوب من البصرة لغاية العقبة. أي. لأن عندنا منافذ أو للتعبئة بهذا الأنبوب. طيب. كثيرة زين. فما كنا مع الأنبوب من البصرة للعقبة، لكن كنا مع وجود منفذ بيع بالعقبة من خلال الكرفوف. يعني لو أنت تعزل الموضوع أنه إحنا ما خلينا استراتيجية معدة لهذا الموضوع منذ 10 سنوات أبدا، تعزو إلى أنه غياب استراتيجية في كل شيء، وهذا ما يعني النائبة انتصار. لا اسمح لي، خلي أتأكد. اللي قدمه السيد السوداني والجاي ينتهجه بحكومته كمنهاج حكومي، هو يذهب الى ايجاد خطط استراتيجيه بعيده الامد نوعا ما، ابتداء من الموازنه مثلا نقول. لكن ان نضع هذه الاستراتيجيه بطريقه صحيحه دون الاعتماد على المخلفات القديمه هو هذا الصحيح. نعتمد على العقبات القديمه او المشاكل القديمه في ايجاد حلول للمشاريع الجديده. يعني تصريح بالخلاصه، تصريح السيد النائب كان صريح باننا لم نعمل باستراتيجيه والان نحن قيد الدراسه. اكيد. يعني اذا هو تصريح موفق، انت تشوفه اكيد. اكيد اكيد. طيب.